غدا سنعرض لكم حوارا اجريناه مع السيده كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك قبيل الاجتماعات الوزاريه لمجموعه ال20 والتي عقدت اليوم برئاسه المملكه العربيه السعوديه. السيده جورجيفا تحدثت معنا عن توقعات النمو او بالاحرى الانكماش الاقتصادي في ظل أزمة كورونا وتوصياتها للبلدان المختلفة مع بدء طريق التعافي واحتمالات موجة ثانية من الفيروس. كما تحدثت أيضا عن الجهود التي يقوم بها الصندوق ومجموعة ال20 لإنقاذ الاقتصاد العالمي. مدير عام صندوق النقد الدولي تحدثت أيضا عن مصر ولبنان وتونس وتوقعاتها الاقتصادية لهذه البلدان. الليلة سنعرض لكم أجزاء من هذا الحوار الذي سنعرضه كاملا في حلقة الغد بإذن الله، وسنتابع أيضا في حلقة الليلة آخر التطورات على صعيد الأزمة الليبية وبيان الخارجية المصرية ردا على المناوشات التركية. خلينا كالعادة نبدأ بالعناوين. مدير صندوق النقد الدولي تقول إن مصر تستخدم تمويل الصندوق بحكمة لتوسيع الحماية الاجتماعية. وفي تصعيد جديد أنباء عن تحرك قوات تركيا والسراج نحو سرت.